عمرك شفت رئيس أمريكا أو فرنسا أو أي بلد طبيعية؟ مش لازم تكون بلد سوبر يعني، لا بلد زي تركيا يعني ما هيش من دول الصف الأول في القوة والتقدم يعني، عمرك شفت حد من قيادات الدول دي طالع يفتتح حاجة اسمها المشروع القومي لتنمية الأسرة؟ طب عمرك شفت حاجة كده في الدول اللي بتعاني من قلة عدد سكانها مثلا؟ طب لما تكون الدولة بتشتكي أصلا من زيادة عدد السكان، يبقى مشروع تنمية الأسرة ده هدفه إيه بالظبط؟ قطع خلف الأسرة؟ مستحيل تلاقي كده في حتة تانية طبعا، لأن الأسرة في فكر الناس الطبيعية هي زيها زي أي حاجة في المجتمع والحياة، بتتطور وبتنمو بشكل طبيعي في إطار مناخ عام طبيعي برضو، في أفراد الأسرة دي بيلاقوا خدمات وتعليم وإمكانيات وموارد دخل بشكل طبيعي برضو، مش بقرار من سيادة الرئيس الملهم ولا الزعيم الخزعبلي. الأسرة بما إنها أساس المجتمع ووحدة بنائه فهي مش محتاجة قرار حكومي ولا مشروع قومي، لكن زي ما كلنا عارفين كل حاجة عند السيسي غير، فتلاقيه راح يفتتح حاجة اسمها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفي الافتتاح ده السيسي كالعادة مسك الحديدة وهاتك يا مواعظ وحكم وبلاوي. ايه اهم البلاوي؟ تعالوا نشوف. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص اللهم. بعد 8 سنين في الحكم السيسي جاي يقول يا جماعه احنا هنبدا من تحت الصفر، نهد الجيم ونلعب من الاول بقى. وكانت الفرصه اللي شاف انها مناسبه لده او عملها مخصوص عشان يقول الكلمتين دول هي افتتاح لمشروع اسمه تنميه الاسره المصريه. نفهم من كده ان خلال الثمان سنين اللي فاتوا ما كانش في اسره مصريه، ولا ما كانش فيه اهتمام بتنميتها؟ ويعني ايه تنميه الاسره اصلا؟ المهم كالعاده لازم فشاخه الرئيس قبل ما يفتتح اي حاجه يمشي لوحده قدام الكاميرا في ممر طويل اطول من السنين السوداء اللي هيقعدها في الحكم. النكته بقى انه فاضل ماشي في الممر لوحده ولابس الكمامه، واول ما قعد وسط الناس قلعها. علي علي بطل فليت، هيا طير يا جراندايزر، بعزم نعلي حمما ارسل، افتك بالاعداء كافح شرا، حط المكرا في حزم ويباء، امنع طمعا اردع جشعا، فالخطر كبير. هادي عرض يا جراندايزر، كوكب صغير خيرها يسهو حبها يسمو للعدل كثير. السيسي بدأ كلمته أول ما مسك الحديدة بكذبة جديدة، قال لك أنا مواطن زي كل المواطنين. وأنا عايز أعمل بس شوية علاقات كده من الكلام اللي قاله دكتور خالد وبين الواقع اللي إحنا فيه، ليه بقى؟ لأن أنا برضو مواطن زي كل المواطنين، وعشت عمري كله في مصر وشفت وكنت بشوف وبنتبه وأقول ليه إحنا كده؟ لا يا عم، أنت عمرك ما كنت ولا هتكون زي كل المصريين، مش بغلط فيك والله بس دي الحقيقة، لأنك ببساطة من الفئة اللي بتاخد كل حاجة بالساهل بحكم إنها من أبناء المؤسسة العسكرية، بس كده بمنتهى البساطة. أنتوا لا بتتعبوا في التدوير على فرصة عمل، ولا فرصة علاج مش غالية لما بتتعبوا، ولا شقة لما بتتجوزوا، ولا بتتعبوا في التدوير على أي حاجة. الكلام ده بديهي والناس كلها عارفاه، بس ما كانش ينفع نفوت الكذبة دي للسيسي لأننا اتعودنا إنه بيكذب الكذبة ويصدقها ويبني عليها ويحاسبنا إحنا بقى على كل اللي هو بناه في دماغه ده. هو الهدف فقط إن أنا أعمل حالة رضا لدى الأسرة اللي هتنعكس على حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي حالة الاستقرار اللي احنا كمسؤولين في الدولة وانتم امنتونا عليها كمواطنين، قلتلنا خلي بالكم من مصر وحافظوا عليها وطلعوها قدام. شفت بقى ده اللي بقولك عليه، يعني هو افترض اننا كمواطنين استأمناه هو واللي معاه على مصر، وكمان قلنا لهم طلعوها لقدام. ده حصل امتى وازاي؟ لو قصدك يعني طريقة وصولك للحكم فده انقلاب سيادتك، وانت اللي طلبت من اللي معاك ان هم يفوضوك، محدش طلع فوضك من نفسه. ولو قصدك الانتخابات اللي انت بتقول للعالم انها جابتك رئيس، فبرضه دي محدش راح فيها بدليل انكم قعدتوا تدللوا على الناخبين وتتحايلوا عليهم يروحوا يصوتوا. كل صاحب عمل هينزل حد، لو انت ناوي تنزل تصوت من حقه يشوف صباعك وانت راجع. نعبر عن فرحتنا بالعرس الديمقراطي، عرس الديمقراطي اتوكسو، عرس الديمقراطي ايه والناس فين؟ وانا حزينه جدا النهارده اللي جه الفاضي يا استاذ احمد. انا مستعد اقطع شراييني عشان بلدي دلوقتي حالا قدامكم على الهوا عشان الناس تنسى. فين الناس؟ فين الشعب؟ عايزين ايه؟ ابوس رجلين اللي خلفوكم، عايزين ايه؟ اطلعوا انتوا معانا ولا ضدنا؟ هو في يا جماعه ده شعب كيف الضرب على عايز اقول لكم انه عبد الفتاح السيسي بلا جسم سياسي، حمله عبد الفتاح السيسي بلا جسم سياسي. المهم
كنا في بلجيكا، فكنت بلتقي بالناس كلها، كلمت الدنيا. فكان اول ما عرف اتكلم فيه كنت بتكلم في حقوق الانسان، كنت بتكلم في ملف ايه حقوق الانسان، لان احنا ما عندناش حاجه مخبيينها. احنا عندنا قضيه مش معروفه، عندنا قضيه غير معلومه اللي لينا احنا او لبعضنا حد، اللي هو التحديات اللي هم ذكرتها الدكتوره هاله والدكتور مصطفى وحتى بيت الزملاء لما هيكلموا دلوقتي. فكنت بتكلم في ده. فمن ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم مع المسؤول اللي بكلمه، قلت له انت ليه ما بتكلمنيش وسالتنيش الناتج المحلي بتاعك كام؟ فاستغرب يعني. قلت له الناتج المحلي بتاعك انت كام؟ قال لي 500 مليار دولار. قلت له عدد سكانك كام؟ قال لي 10 مليون. قلت له يبقى انا عايز الدخل بتاعي ومعدل نموي يبقى 5 تريليون دولار، عشان انا عندي 100 مليون، وعشان انا معيش الفلوس ديت الناس في مصر مظلومه، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها، اللي انا اعرفها ان انا المواطن بتاعي اقدر اوفر له ده. قال لك انا لما كنت في بلجيكا اصل محدش عبره هناك فبيعرفنا انه راح يعني، وبيقول لك عندنا قضيه مش معروفه. قال يعني العالم مش شايف ومتابع البلد فيها ايه؟ يعني اللي ينطق جوه البلد يقول له ان هو اللي مش فاهم حاجه، واللي ينطق بره البلد من الناس اللي دارسين وشغالين في السياسه يقول لهم انهم عمي، لان احنا عندنا قضيه هما مش شايفينها. طب ايه هي القضيه دي بالصلاه على النبي؟ اننا فقراء. لا يا راجل ريلي، تصدق ما يبانش علينا خالص اننا فقراء؟ ليهم حق ما يشوفوش والله. المهم حكى لنا قصه خياليه كده كل عناصرها مجهوله، لا قال لنا مين الشخص اللي كلمه ولا من دوله ايه، وهو زي ما قلنا محدش عبره اصلا. قال لك مسؤول دوله دخلها السنوي 500 مليار دولار وتعداد سكانها 10 مليون بيكلمه عن حقوق الانسان. فقال له انا عندي 100 مليون، يعني محتاج دخل السنوي يبقى 5 تريليون. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده كل الارقام بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة كده كلها، يعني تقبل الاسم على خمسة، متقفلين ومتظبطين على الحوار. بس مش هيقول لك فشخت الرئيس ان مسؤول الدولة الاوروبية دي غالبا شخص له وقال له وهو احنا اتولدنا دخلنا 500 مليار؟ ما احنا كنا فقراء برضه في يوم من الايام وقدرنا الموارد اللي عندنا كويس واشتغلنا على نفسنا لحد ما بقينا في المستوى اللي احنا فيه ده. انما هو سيسي مصر ان هو عامل شغل فوق العظمة، بس احنا اللي حمير ومش عارفين نتحكم كويس. السيسي اللي عمل فيلم الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وبعت محمد انور السادات ومعاه وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان يشحتوا الرضا الامريكي من واشنطن من كام شهر، جاي يلعب نفس اللعبه الخبيثه ويخلط الاوراق ويحط حقوق الانسان اللي هي لما بنتكلم عنها فبيبقى المقصود هو حقوقه من حيث عدم اهانته قصاد الشرطه، ولو اتحاكم يتحاكم محاكمه عادله، وعدم اعتقاله تعسفيا وعدم اغتياله. السيسي بيحط حقوق الانسان دي قصاد حق طبيعي فطري بديهي زي الاكل والشرب. طب زي ما انت رديت على المسؤول الغربي اللي في خيالك ده اللي كلمك رديت عليه بسؤال، احنا كمان من حقنا نرد عليك بسؤال. هو انت بتعمل ايه بقالك 8 سنين لما دلوقتي جاي تقول بمنتهى البجاحه ان المواطن المصري لا بيتعالج ولا بياكل ولا بيتعلم كويس؟ امال لو ما كنتش انت اللي قلت للمصريين كذا مره ادوني سنتين وبعدها اصبروا عليا سنه ومره اصبروا عليا 6 شهور ومصر هتبقى في مكان تاني وهوريكم اللي عمركم ما شفتوه الى اخر الوعود دي؟ على راي يونس شلبي يعني، وانت بتنسى ولا انت وقعت على دماغك ولا ايه بالظبط؟ ومش هقول للحكومه بس، هقول حتى للمواطنين اللي هو رجال الاعمال والمستثمرين، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر، اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس، 6 شهور بس، واحنا هتلاقي الامور ان شاء الله افضل من كده بكتير. الكلام ده من 5 سنين، والكلام اللي جاي ده في 2018. طب انا قلت 2022 هتبقى مصر في موضع تاني، انت بتتكلم الكلام ده على اساس ايه؟ مصر هتبقى في موضع تاني 2020 30/6/20، واحنا اهو خلصنا فبراير 2022 ولسه السيسي جاي يبدا من تحت الصفر ويقول هو بلسانه انه ما عملش ولا حاجه من الوعد بيها طول الثمان سنين اللي فاتوا. وبعدين هو ايه الربط الوقح اللي بين حقوق الانسان وبين الاكل والشرب والعلاج والتعليم؟ ايه المؤايده الرخيصه دي؟ وهل في اي دوله من الدول اللي فيها حقوق انسان وكرامه للمواطن، هل في اي دوله عملت كده؟ ده على فرض انك موفر الاكل والشرب والتعليم والعلاج يعني. وبعدين انا مش مانعه انه يتكلم، انا قلت كده، انا مش مانعه انه يتكلم، انا عايزه يتكلم بس يعرف القضيه كويس، يعرف قضيه البلد دي قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بدون كلام، مش اقل ما فيه، مش يعني مش مستكمل معرفته، وده كلمه مؤدبه عن الجهل وعدم الادراك وعدم التقدير للواقع اللي احنا موجودين فيه. دي حلقه تانية من حلقات الرخص والبلطجه اللي السيسي بيتكلم دايما على اساسها، رخص وبلطجه ومزايده. قال لك انا مش مانع الناس تتكلم بس لازم قبل ما يتكلموا الجاهله دول لازم يعرفوا القضيه كويس. ما شاء الله، هو مفيش حد بيفهم في البلد غيره، ودكاتره الجامعه اللي حابسهم عشان كلمه قالوها ولا بوست كتبوه هم كمان ما بيفهموش. طب مبروح امك، انت بلع الاعلام كله في كرشك وانت اللي بتحط مناهج التعليم، عملت ايه عشان توعي الشعب اللي انت بتقول انه مش فاهم القضيه؟ اقول لك عملت ايه، بتتفنن في تزييف وعيه وتضليله.
فانت هتستهبل وتقول الشعب مش عارف القضيه؟ سياده فشختك كمسؤول بتحكم البلد حريص على منع وحجب اي معلومات عن الناس عشان لما يتكلموا في اي حاجه تقول لهم انتوا مش عارفين، ده اذا سلمنا باللي انت بتقوله يعني. وبعدين ايه جو المصاطب ده اللي بلاش يتكلموا عشان ما ينكدوش على الناس؟ وهو انت لما بتمسك الحديده وتقعد تهزق في المصريين وتقل ادبك عليهم انت كده ما بتنكدش عليهم؟ والناس اصلا محتاجين حد يكلمهم ينكد عليهم يعني؟ عمي ما هم شايفين الدنيا حواليهم، محدش يوم بيبص في محفظته مثلا. سيادتك مش مطلوب ان المواطن يبقى معاه ماجستير في العلوم السياسيه ولا شغال في مركز معلومات مجلس الوزراء عشان يتكلم في حاجه تخص حياته هو وعياله، لان المواطن بيشتكي لما بتتوفر عنده اصدق واهم معلومه واهم مؤشر اللي هو مؤشر الجوع والحاجه والعوز. وبعدين يا سيدي زي ما قلت، ما انت معاك كل حاجه من اعلام ومراكز معلومات وتعليم وتلفزيون وقنوات وراديو وكل حاجه، افتح يا سيدي المعلومات للناس واديهم بيانات عن كل حاجه عشان لما يشتكوا يشتكوا عن علم. لكن عموما اللي قاله السيسي رغم انه ضد المنطق وضد كل حاجه، هو بنفسه فسره لما نقل على النقطه اللي بعد كده، والنقطه اللي بيحبها جدا ودايما فقره اساسيه في اغلب خطاباته. انا بدات كلامي في النقطه ديت ومش قاطع عليكم، بس عايز اقول لكم الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت ليه؟ لان حاله الرضا المجتمعي ما كانتش موجوده، الناس مش مبسوطه، بس هي مش عارفه مش مبسوطه ليه، الناس مش راضيه، بس هي مش عارفه مش راضيه ليه، مفيش حاجه مكفيه، مفيش مدرسه كويسه، مفيش تعليم كويس. وبدل ما نقول احنا مواطنين ادائنا متواضع، قلنا الدولة عملناها خس، عملنا الدولة ايه؟ خس. نعمل دراما، انا هقول اسم من باب السائل، انا مش باخدكم بعيد عن الهدف اللي انتوا بتقولوه، انا دايما بسجل حاجة واحدة، هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصل له في 2011. لحظة واحدة بس كده، انت جدع انت سامع نفسك وانت بتقول الكلام ده؟ الناس في يناير لما نزلوا ما كانوش عارفين هم نازلين ليه ومتضايقين من ايه؟ سبب اللي الناس كانوا فيه ان ادائهم هم متواضع مش الدولة؟ هنا بقى مربط الفرس، البعبع الازلي بتاع السيسي والبطحه اللي على راسه. السيسي ببساطه ومن غير كتر كلام عارف انه كذاب، وعارف انه ما عملش حاجه، وعارف ان الناس مش راضيه، وعارف ان احتمالات الانفجار الشعبي وارده في اي وقت بسبب الخراب اللي فيه البلد. فبالتالي بيفضل البعبع الازلي بتاعه هو ثوره يناير، وفيلسوف الاطباء وطبيب الفلاسفه بيرمي الغلط على الناس في الخروج ضد نظام مبارك، وشايف انهم عملوا الدوله خصم، يعني الناس هي اللي غلطانه انها صارت ضد مبارك، وهي اللي غلطانه لو فكرت تصور على السيسي بسبب الخراب اللي هي عايشه فيه. هي دي القصه ببساطه. وبعدين في سؤال مهم، هو احنا دلوقتي نصدق مين؟ نصدق السيسي اللي بيتكلم النهارده بعد 8 سنين ويقول انه لسه هيبدا من الصفر ومعلش مش هنحسب الوقت اللي فات ده كله، ولا نصدق السيسي اللي لسه قايل يوم 14 فبراير ده انه صرف 400 مليار دولار لتحقيق حاله الرضا عند المواطن في مصر؟ يعني هو انت صرفت خلاص ولا لسه زي ما بتقول محتاج كمان 400 مليار؟ والمواطن رضي ولا لسه مرضيش؟ ولا هو المواطن ابن كلب ما بيرضاش اصلا مهما صرفت؟ ولا ايه القصه بالظبط؟ طيب يا سيدي، الناس في 2011 نزلوا ليه امال؟ وكان المفروض يعملوا ايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه اسباب حقيقيه، احنا ناس تعبانه وعايزه تغير صحيح، بس تغيروا ازاي؟ اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده ان احنا نغير اسباب تردينا. انا قلت لكم المثال اللي بداته مع المسؤول اللي في بلجيكا، وقلت له انت 500 مليار انا بقى 400 مليار، وانا عايز اعمل جامعه تدي تعليم كويس، وانا عايز اعمل مستشفى تدي علاج كويس، وانا عايز اعمل مدرسه تدي تعليم كويس. مش الناس تتخانق عشان تغشش ولادها، مش الناس ايه تتخانق عشان تغشش ولادها عشان في الاخر تقول لي انا ابني معايا شهاده شغلهولي بقى. بعيدا عن تلقيح الكلام بتاع العوالم والطريقه الشاذه اللي هو بيتكلم بيها دي، هو ايه اللي منعك انك تعمل كل ده خلال كل السنين اللي فاتت، رغم انك انت نفسك زي ما سمعناك بوداننا من شويه في فيديوهات قديمه قلت ان مصر هتبقى في مكان تاني خالص في 2020؟ وهو اي حاكم في الدنيا محتاج ايه عشان ينقل بلده نقله كبيره اكتر من اللي توفر لك من سيطره على كل اجهزه الدوله ودعم كامل من مؤسساتها وسيطره كامله على كل فلوسها وصناديق سياديه فيها مليارات من غير حصر ومحدش عرفها غيرك انت؟ نسيت اقول لك، اي حاكم تتوفر له نص الامكانيات دي كان فعلا نقل بلده نقله جذريه، ده لو هو حاكم مسؤول وجاد ووطني، مش حاكم شرشوح ما تعلمش من السياسه الا اهانه شعبه والتهرب من المسؤوليه، وكل ما يفشل وما يعملش حاجه لبلده يهرب من مسؤوليات ويرمي اللوم على الشعب وعلى السنين اللي فاتت وعلى الناس اللي بتخلف كتير، مع ان هو نفسه مخلف 4 عيال. اللي انتوا فيه ده كله من 62 ولا من 60 ولا من 50 حتى، هو ده الواقع اللي سبب تردي الدوله ديت فيه. انا قلت لكم قبل كده الكلام ده بكلام انا عايش معاكم الحكايه، وفي 2014 لما جيت في الترشح انا قلت الكلام ده، بس كان العدد سكان ساعتها يعني 7 سنين لو قلنا 2 زدنا 14 مليون. طب انا زدت في يعني جالي ارقام دخل زياده تكفي هذا النمو ل 14 مليون؟ لا. طب ده عجز من الدوله؟ لا، قدره الدوله مش متمشيه مع قدره نمو الدوله، الاثنين مش زي بعض. طب معلش خدني على قد عقلي، هو لو افترضنا ان كلامك صح وان الناس فضلت تعاني كل السنين دي، وعلى حد كلامك انت كذا مره ان الانظمه السابقه ما كانتش جاده انها تصلح البلد لدرجه انها خلت البلد كهنه،
هو مش ده سبب كافي ان الناس تنفجر وتصور زي ما حصل في 2011؟ وهو ده مش سبب كافي ان الدولة او الانظمة المهملة دي تبقى خصم فعلا للناس؟ ولا انت خايف ان الناس تعمل معاك زي ما عملت في 2011 لانك بتكرر نفس اداء الانظمة اللي فاتت، ولان البلد لسه على ايدك كهنة برضو؟ عموما كل اللي فاتكم والحتة اللي جاية دكم تاني، زي ما اي حاكم طبيعي بيعمل دايما، قيادات الدول بالذات في خطاباتها العامة او كلامها الموجه للاجانب بيفخموا في اهل بلدها وبينفخوا في قدراتهم وما بيقلعهمش ملط، بالذات لو كان الحاكم منهم اخذ الفرصة الكبيرة اللي اخذها السيسي على مدار 8 سنين. بس السيسي مختلف في كل حاجة، ما اكتفاش بوصلة الشخط والنطر وقلة الادب والشتيمة والتهزيق اللي بيوجهها للمصريين في كل كلمة، لا ده حب يقدم نموذج عملي ويوجه الكلام للضيوف الاجانب اللي في القاعة عشان يقول لهم محدش يكلمني عن حقوق الانسان لان التعليم عندي بايظ. والنكتة ايه؟ انه مش بيقول ان التعليم عنده بايظ بسبب فشل الدولة في ملف التعليم، لا ده بسبب فشل الشعب انه يتعلم. ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. السيسي اتكلم عن مشروع هو بيقول انه كان عمله لتدريب الشباب خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والاتصالات وغيرها. التدريب ده كان عبارة عن منح مقدمة من دول للخريجين عشان يبقوا على مستوى عالمي ويشتغلوا كاوت سورس يعني لشركات اجنبيه وهم قاعدين في بيوتهم. لكن السيسي كان حريص على انه يقول ان من بين مئات الالاف من الشباب اللي تقدموا للاختبارات ما نجحش غير 111 بس، وطبعا دي جت له على الطبطاب. ومنتهى الرخص وجه كلامه لحد موجود في القاعه من الاتحاد الاوروبي، يعني من فضلك ما تكملش الكلام، انا هسال للمواطنين كل اللي موجودين مكاني هنا، حد يقول لي لما اعمل اختبار ل 200 300 الف من خريج الحاسبات وكليه الهندسه الاقي المعايير تنطبق على كام؟ اي حد من الساده الزملاء يقول اللي ورا مني كام؟ 50%. انت كده مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم شبابنا؟ مش بتظلم تعليمنا؟ 50% يعني 300 400 الف الاقي في 150 الف. انا شايف احد ضيوفنا من الاتحاد الاوروبي، انا لقيت 111 لقيت 111 بس، عشان تعليمي تعبان، عشان تعليمي تعبان. يا مصريين اصحوا، اذا كنتوا خايفين على بلدكم انتبهوا، القضيه دي قضيه كبيره جدا، قضيه ان احنا نبني مواطن حقيقي قادر على ان هو يبقى مواطن يقدر يحس ان هو كما دكتور مصطفى. قول يا دكتور. 111 سبحانه يا ولاد. طبعا احنا متعودين من السيسي ان خياله واسع في الارقام، لان كليات الحاسبات والمعلومات عندنا في مصر ما بتخرجش مئات الالاف اصلا، ولا حد سمع اصلا عن مسابقه كده. تخيل مسابقه اتعملت في مصر يتقدم لها مئات الالاف من الخريجين ولا في اي حد يعرفها غير سياده الرئيس بس. وعشان السيسي ياكد كلامه اللي دايما بيغني حواليه ويقول ان المشكله في المصريين وانهم مش مؤهلين لاي حاجه مش فيه، هو كمل وقال انا كنت مستعد لو في 100,000 طالب قسما بالله قلت انا هدفع لهم ال 30,000 دولار لل 100,000. اقول لكم حاجه ثانيه، كان البرنامج سنه ونص نظم 6 شهور لغه، صح كده؟ قلت له لا، احنا هنقعدهم في حاجه داخليه، مش كده يا دكتور؟ بالظبط. ونديهم السنه ونص في سنه عشان ايه؟ اطلع منهم. انا بقول كده للمواطنين اللي هم قاعدين في بيوتهم بيقولوا ايه؟ ولادنا ما بتشتغلش ليه؟ اشغلوا ايه؟ انا اشغلوا ايه؟ خدت بالك من اخر جمله؟ اشغلوا ايه؟ ده بالظبط اللي السيسي عاوز يوصله، وهو ان محدش يطلب منه حاجه ولا اي خدمه ولا اي انتاج ولا يساله الفلوس بتروح فين، بحجه ان المصريين مش قد اللي هو بيفكر فيه. مش السيسي لعب الاول على زرع الفتنه في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين وبعدين بين المسلمين والمسلمين؟ اهو دلوقتي بيزرع الفتنه جوه الاسره الواحده عشان الشباب الصغير لما يشتكي من اي حاجه في البلد اهله يبصوا له على ان هو اللي خايب وفاشل في التعليم وعشان كده مش قادر يلاقي شغل، وانه بشكواه دي هيخرب البلد. وبعد البقين دول السيسي نقل برضه على فقره من الفقرات اللي بيحبها جدا، وهي فقره لسوعه المصريين بالخرزانه عقابا ليهم على الخلفه والانجاب. حد قال لبنته لما جت تتجوز انتظري سنه ولا سنتين ما تجيبيش حاجه، عشان انت كنت في وعاء وحضانه اسره وهتروحي حضانه زوجيه حاجه تانية، فخدي خدي نفسك، عيشي يومين ثلاثه تتعودي على الحياه الجديده. ما اتكلمش في ابدا في تنظيم اسره خالص، انا بتكلم ان هي تخرج من بيت باباها واسرتها اي مكان بقى المستوى على شكل، وتخش على بيت هوب شهرين ثلاثه تروح مخلفه، وبعدين شويه ويختلفوا تاخد العيل وتمشي ويبقى في طلاق. طب خدي فرصه انك تقعدي سنه ولا اتنين تتعودي على البيت بمطالبه، ولما تحسي ان انت بقيتي قادره واستوعبتيه كملي بقى اللي بعده، كملي اللي بعده. حد من الاسر بيعمل كده؟ طب والله العظيم ما حدش كان قال لي، انا قلت البنت كده، قلت لها استني على مهلك. ايوه شايف قلب الام يعني. ايوه انا عاوز افهم فين بقى الحكمه في كده، وهو يعني مفيش طلاق بيحصل الا في اول سنه ولا اتنين ولا ثلاثه؟ وعشان تعرف انك كذاب وبتستغل ان محدش هيراجع وراك، احب اقول لك ان المقياس اللي انت حطيته للطلاق وهو انه بيحصل في اول سنتين ثلاثه من الجواز مقياس كذاب، لان ارقام جهاز الاحصاء بتاع الحكومه نفسها بتقول ان اقل نسبه طلاق بتحصل بين الفئه العمريه من 18 ل 20 سنه، وفي الغالب محدش بيتجوز وهو اقل من السن دي. ده معناه ان اللي متجوز عمره بين 18 و20 سنه بيكون في اول سنتين او ثلاثه من الجواز، ومعنى كده ان انتشار الطلاق في اول سنتين او ثلاثه مش مقياس. ولو هنتكلم بالمنطق بتاعك فاحنا بالشكل ده هندعو الناس انها ما تتجوزش اصلا لانهم غالبا هيطلقوا،
وده لان ارقام جهاز الاحصاء بتاع الحكومه بتقول ان في عهدك بتحصل حاله طلاق كل دقيقتين في مصر. اوعى كده فاكرين العلم اللي عندكم ده انتوا اللي عملتوه، دي خزائن ربنا فتحها لينا ناخد منها، تاخد منها على قدك، تاخد بقى مستوى تعليم على 10 يا دكتور خالد يبقى 2 على 10، حد تاني في فنلندا ياخد منها 9 على 10 ولا 10 على 10 ياخد 10 على 10. تتكلم على سنغافوره على ناتج محلي بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد الناس ب 300 مليار على 5 مليون، تتكلم على دوله فيها 100 مليون ناتج محلي 400 مليار وقاعدين نزق، وبعدين تقول لي قوام الانتظار مليون، ما تعالجوش ليه؟ عشان دي هي دي البلد. هنا السيسي بيثبت انه لازم يلف ويدور ويرجع يهين في المصريين. هو مين اللي بيحط مناهج التعليم؟ ومين اللي بيعمل نظم المعلومات؟ مش السلطه، مش الحكومه، مش الحاكم، يعني السيسي اللي بقاله 8 سنين بيحلب ام البلد ولسه ما عملش حاجه، وجاي النهارده يتكلم كانه لسه في 2014 وبيبدا من الصفر، وبيسال ليه الناس اللي على قوائم الانتظار ما اتعالجتش. اقول لك انا، ما تعالجوش لانك كذاب وما عملتش حاجه بالمليارات اللي بتتحكم فيها من قوت البلد، وبدل ما تطور المنظومه الصحيه في مصر رميت الفلوس على مشروعات كلام فاضي ولا ليها اي 30 لازمه، وصرفتها على مؤتمرات شباب بتلم فيها صيع من كل العالم. بس بصراحه مشكله السيسي طلعت مش بس مع المواطن اللي بيشتكي منه ومن حكمه، لا ده احنا كنا غلابه، ده مشكله السيسي مع مبدا الشكوى نفسه سواء في الاعلام او في الفن. حتى الفن اللي اتعمل في زمن مبارك السيسي نفسه قال انه خلى البلد كهنه بسبب الاهمال. بدل ما تجيب فيلم الارهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكي، خلى البلد خصم. خلى البلد ايه؟ ما خلاش السلبيه خصم. انت المفروض تخلي السلبيه خصم، المواطن اللي ما بيشتغلش هو اللي خصم، كان البلد مش خصم. لما حاولتها خصم في 2011 هدوها، خلوها ايه؟ هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه لكانت البلد دي زي كل البلد اللي انتوا شايفينها، ما قامتش تاني ولا ترجع تاني. خلاص اللي يروح يروح ما يرجعش. طب يا اخي راعي ان عادل امام بيطبل لك على لحم بطنه، وبعدين هو انت هتلف تلف وترجع تشتم في 25 يناير؟ دي تالت او رابع مره في كلمه واحده مدتها 32 دقيقه السيسي يهاجم ثوره يناير. وبعدين احنا عاوزين نفهم بقى، معلش يعني رسالك على بر، هو في 2011 الدوله تهدت ولا ربنا انقذها، ولا ربنا انقذها وانت هتهدها، ولا في ايه بالظبط؟ وبرده لتالت مره السيسي بيوجه كلامه للغرب والدول اللي بتتكلم عن حقوق الانسان في مصر بنفس المؤايده الرخيصه اللي بتحط حقوق الناس الاساسيه من اكل وشرب وتعليم وصحه كنقيض لحقوق الانسان. الحاجه اللي بتقولك ان السيرك ده كله منصوب بس عشان يوجه الكلمه دي للناس اللي بره، لا في تنميه اسره مصريه ولا بطيخ. بقول ده لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ مش هاكل، مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا، يا كل اللي مسؤولين معايا، يا اللي في الجامعه، يا اللي في الاعلام، يا اللي في الصحه، يا اللي في التعليم، يا اللي في الجامع، يا اللي في الكنيسه، انزلوا شوفوا البلد عامله ازاي وبصوا بعين حقيقيه. والله بصراحه اللي انا فهمه واللي بيحصل في كل دول العالم المحترمه حتى لو مش متقدمه ان الحاكم اللي مش عارف يشتغل بيستقيل، بيمشي، بيرتاح ويريح الناس منه، مش بيعاير الناس ويمن عليهم بحاجات ما عملهاش. واكبر دليل هو البقين دول. وانا كنت دايما اقول ايه الامن القومي، الامن القومي، الامن القومي، واتكلم ان موسى كان يقول امن قومي، اقول الرعايه الصحيه امن قومي، التعليم الله. طب انا لما جيت دخلت في التعليم بجد وعشان نصلحه الدكتور طارق شوقي ده خد على دماغه لما مات، خد على دماغه لما مات. عايزين تعليم ولا مش عايزين؟ هو احنا لان حتى المثال اللي بيضربه للتطوير اللي المفروض انه بيعمله يعني ضرب مثال بأفشل وزير تعليم في تاريخ مصر، طارق شوقي اللي هو نفسه مش عارف هو عاوز ايه ولا ايه النظام اللي عاوز يطبقه، واللي على طول سيستم الوزاره عنده واقع وسيستم الامتحانات واقع والتابلت اللي وزعوه على العيال بايظ وحاجه اخر عار الحقيقه. ده النموذج اللي السيسي اعتبر انه عينه ممثله للتطوير اللي بيعمله في البلد. بعد كل اللي فات جيت بقى لحظه تتويج كل كلام السيسي اللي باختصار اتضح انه كان بيقول كل اللي فات عشان يبني عليه ويقول انا ما عملتش حاجه ومش هعمل. ليه بقى؟ ده كان رده عشان اقدر اقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في اوروبا، واقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في اوروبا، واقدم لهم وعي وتوعيه زي اللي بيقدم في اوروبا. انا ما بقدرش اقدم ده. لما عملنا قوائم الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها لقينا بدل ما بنتكلم في 20 30 الف اللي في 3 سنين داخلين على مليون ولسه شغالين، مش هيخلصوا وهيزيد، مش هيخلصوا وهيزيد. الفكره كلها ايه يعني والله العظيم انا ما اقولش كده، يعني انا ما افتكرش هيبقى في فرص للجهد والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل، بس انتوا مش حاسين بده، مش واصل لكم، لان في الاخر انت عايز تعيش برضا، انت مش عايش برضا، الحاجه غاليه عليك وبتغلى، ما احنا مش منعزلين عن الواقع. يعني قوائم انتظار المرضى هتزيد والاسعار هتغلى كمان، واللي مستني مني ان اصلح حاجه مش مصلح. ايوه مصريين، وبصراحه بقى انا مخبي عليكم مش عاوز اقول لكم ان المشكله فيكم انتوا لانكم مش راضيين، واللي مش عاجبه يوريني نفسه بقى،
واستمرار لمنهج السيسي في الكلام وكأنه بيحكم بلد تانية غير مصر، أو إنه زينا بيتفرج على اللي بيحصل في مصر ومش قادر يعمل حاجة. إحنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنة، يعني في عندنا قضايا كتير جدا جدا. الدكتور بيقول المعدل الطبيعي 2.7 وإحنا 1.4، مش كده؟ طيب يعني أنت عايز تضاعف عدد المستشفيات إذا كنت أنا مش كده ولا مظبوط بالظبط؟ يعني إذا كان عندك النهاردة 500 مستشفى مش كده؟ مظبوط. يبقى أنت عايز بكام؟ 1000. طب بكام؟ عشان أنت كده عملت إيه؟ عملت المكان، الخرسانة، عملت غرفة العمليات، لكن بقى التشغيل، الأطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز يعيش، مش هو عايز يعيش؟ هو انا بدي له مرتب كويس؟ طب هو السؤال، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ دكتور مش قادر. المدرس اللي بتتكلموا عليه، انا مش عايز اديله مرتب كويس، الدوله بقى ولا مش قادر الدوله؟ لا انا مش قادر. وبالتالي علم اللي بيخرج، وزي ما قلت لكم كده، انا بتكلم على جامعات حاسبات وكليه هندسه حاسبات، وفي عشرات الالوف اللي اتخرجوا. ايوه المدرس اللي بتتكلموا عليه ده في بلد جنبنا اسمها مصر، انا مش قادر اديله فلوس، بس قادر اني اصرف مليارات على العاصمه الاداريه الجديده، وملايين على طريق الكباش والمنتجعات اللي في الساحل الشمالي اللي محدش موجود فيها اصلا، ومئات المليارات على قطر كهرباء ومونوريل واي حاجه غير المعلم اللي بتتكلموا عليه، او الطبيب، او اي حد في مصر محتاج فلوس بجد. طولت عليكم مش كده؟ انا كانت الرساله اللي عايز اوصلها للناس ان القضيه بتاعت مصر قضيه مشتركه وليست قضيه سلطه مسؤولين النظام. لا، مفيش نظام في مصر، في دوله مع بعضها. انا زيكم وانا معاكم وانا منكم، ولو مش قادر والله 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 لافتح الباب واديكوا التحيه وامشي. يعني اعملها مظبوط كلنا، يا اللي مش قادر يجابه ده ومش عارف يجابه ده. يعني دي امانه في رقبتنا قدام ربنا، مستقبل الناس ديت والاطفال ديت اللي طالعه. طب انا راضي ذمتك يا شيخ، هو كل الكلام اللي انت قلته في الكلمه اللي استمرت 32 دقيقه وكام ثانيه دي ليه اي معنى غير انك مش هتقدر تعمل حاجه؟ سواء لاننا كمصريين ولاد 60 في 70 مش حمل مشروعاتك العبقريه، او لاننا شعب مش بتاع شغل ولا تعليم، او لان مفيش فلوس كفايه على المشروعات اللي بتحلم بيها. يعني المحصلة انك مش قادر ومش هتقدر. ويا عم انا بقول لك احنا شعب من 60 في 70 ما نستهلكش، من فضلك افتح الباب وامشي. بس السيسي عقر ابن لذين، ما استناش لغايه ما نرد عليه، هو حسامها وقال لك انا قاعد معاكم كمان 16 سنه. في العالم اللي موجود النهارده تقدم جدا، والمعدل الحرج بتاعنا معدل ما زال متواضع. احنا اول طالب هنعلمه ونقول ان احنا وصلنا، ان احنا علمناه كويس لو ساعدتونا بعد 16 سنه. وانا بقول كلام دكتور طارق كده يا فندم. لا انا بتكلم على بعد الجامعه. بعد الجامعه. التعليم العام ثم التعليم الدقيق. اتفضل استريح. مش كده 6 و6 و4 ده اللي هو مش كده؟ ولا انا مش قادر احسب. اي فندم 6 و6 و4 مش كده؟ اي فندم. يعني عشان تشوفوا المستوى اللي احنا ممكن نكون، وبشرط ان تساعدونا. طب اما بقى لو مش عاوزين تساعدونا هنقعد فيها لغايه يوم القيامه. احنا بقى اختزلنا العلاقه بين الراجل. حتى الراجل بيقول لك انا ايه بخليه يشتغل عشان يساعدني. يساعدني عشان ايه؟ عشان ناكل. ما انت الوظيفه اللي عندك ايه؟ انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا. مرتبات ايه يا فندم؟ هو حد يقول في الموقع اللي انا فيه الكلام اللي بقوله ده؟ ايوه مرتبات دنيا، مرتبات منخفضه. هو انا اللي سبب ولا ايه؟ هو انا سبب ولا ايه؟ احسن تكونوا فاكرين ان انا السبب. لا احسن تكونوا فاكرين ان انا اللي حابس فلوس البلد بالمليارات في صناديق سياديه محدش يعرف عنها حاجه، ولا انا اللي برمي فلوس البلد على مشروعات محدش شايف منها حاجه، ولا يمكن انا اللي بصادر اقتصاد البلد وبخنق القطاع الخاص لحساب الجيش ومشروعاته. اوعوا تكونوا فاكرين ان انا السبب. وفي ختام كلمته بقى قفل الكلمه بكلام كبير. زي ما قلت لكم مره قبل كده، اللي بيفهم اكتر بيتعذب اكتر، واللي ما بيفهمش مرتاح. شكرا جزيلا. والله صحيح، ذو البلح يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعمه. لو اخليك غبي احسن، هترتاح والله وتتبسط معانا وتشوفكم على خير ان شاء الله.